جولة جديدة من التحدي المجنون قامت في أودي بإطار حملتها أودي تشالنجز أرابيا. التحدي الجديد كان عبارة عن سباق سرعة بين أودي والمصعد الخاص ببرج خليفة، أسرع مصعد بالعالم. أودي قبلت التحدي وخصصت له سيارتها الار اس 7 يلي بتتسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة ب 3.8 ثواني. تحدي بسيط، المصعد هدفه الوصول لقمة برج خليفة، أعلى بناء بالعالم، وأودي ار اس 7 هدف الوصول لقمة جبل حفيد، أحد أعلى جبال الإمارات. لمين رح يكون الفوز؟ طبعاً أودي. وإلى تحدي جديد.